في الزمالك سامسون ظهر في تمرين الزمالك لأول مرة. سامسون ظهر في تدريب الزمالك لأول مرة النهاردة، وأعلن الزمالك رسميا انضمام اللاعب إلى صفوفه منذ ساعات، وأدى أولى تدريباته مع فريق نادي الزمالك رسميا. رسميا سامسون ينضم إلى الزمالك، وكمان اتدرب والنهاردة كان في أول يوم تدريب. مبروك للزمالك هذه الصفقة المهمة من وجهة نظري. يعني أنا شفت له فيديوهات، ولكن الفيديوهات وحدها لا تحكم. فسامسونج خلاص الزمالك يعلن ضمه رسميا، وفي نفس الوقت النهاردة اتدرب أول تدريب مع نادي الزمالك. بمناسبة الزمالك يا جماعة، في ثورة إدارية عملها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، إقالات بالجملة، أقال الشؤون المالية بالكامل، واتهمهم أنهم بيسربوا معلومات لمندوب عباس. أهو مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أهو يقيل الإدارة المالية بالكامل. قرر مرتضى منصور إيقاف العاملين في الإدارة المالية بالزمالك لوجود صلة بين ممدوح عباس وعدد من العاملين، وهو ما يسهل له الحصول على تفاصيل إدارية ومعلومات مالية تضر بالنادي، كما ذكر الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. أقال الإدارة المالية بالكامل. خلي بالك بمناسبة الموضوع ده، محدش يزعل من صراحتي، يعني بشوف فيديوهات كتير لناس بتتكلم عن مخالفات في الزمالك ومش عارف ايه والكلام ده كله. اولا بص يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه، بتتعبوا نفسكم على الفاضي، يعني بمناسبه بس الكلام عن الزمالك ومرتضى منصور وكل الناس اللي شغاله تهبد. احنا قلنا الكلام ده من 4-5 سنين، والكلام راح النيابه، وسيبوا الزمالك في حاله. يعني انا متابع كام حد، منهم اللي أعرفه ومنهم اللي ما أعرفوش، بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك شغالين مخالفات في الزمالك، مرتضى منصور، موظفين في النيابة، مش عارف ياخدوا نصيحة من أخوكم. لما كانت الناس مستخبية تحت السرير وما كانش في راجل في البلد، كنا احنا اللي واقفين وحدينا، ما فيش حاجة ما قلناهاش، ما فيش حاجة ما قلناهاش، والملف كله في النيابة. فسيبك من الأوانطة دي، والأندية كلها مخالفات، اشتروا دماغكم من الزمالك. خلاص الزمالك ماشي كويس وماشي في الطريق السليم، ولا إما تساند لا تسكت. سيبك من موضوع قاعد تجيب من الدفاتر القديمة، ألاقي واحد مش عارف إيه مخالفات مش عارف إيه في الزمالك، الضرايب، التأمينات. يا عم انت قدامك 100 سنة عشان تقول ربع الكلام اللي احنا قلناه بالمستندات. وبالمناسبة مفيش ورقة قلناها على مخالفة وترفع علي قضية فيها الا وخدت براءة، لان كل مستند كان سليم. فبلاش تكرر في اللي ملوش لازمة. جمهور الزمالك بيزعل ومن حقه يزعل، والاندية كلها مليانة مخالفات، ما فيش نادي ما فيهوش مخالفات، وما دام المخالفات بتاعت الزمالك في النيابة يبقى قلة الكلام أحسن. والله العظيم كل اللي بتقولوه أوانطة ولا ليه لازمة، ولا حد هيحرك مرتضى منصور من مكانه، ولا حد هيعمل حاجة في الزمالك. اللي يقول لك عبد الناصر بينافق، عبد الناصر بيدافع، عبد الناصر بيقول الحق. والله تاني ما في حد هيعمل حاجة في الزمالك، ولا حد هيعمل حاجة لمرتضى منصور، وكلامكم كله أوانطة ومليء أي 60-30 لازمة. هو أنا لما جيت رجعت نفسي ليه؟ لأن الكلام ملوش فايدة، الكلام ملوش فايدة. بتقعدوا تضحكوا على الناس وتقعدوا تقولوا يمين، ما احنا قعدنا 5 سنين نقول في الخمر يا ليل، ضيعنا مستقبلنا ومستقبل عيالنا، وزعلوا مننا الزملكاوية. وفي النهاية ما خدناش غير الزعل،
وما خدناش غير المشاكل مع الناس. انا عرفت اخرها ايه، فعايزين تقولوا قولوا، كل واحد مخه مهاوده. بس انا بقول لكم من الاخر، انا شخصيا مساند للزمالك ولن اتحدث عن سلبيات في الزمالك، زي ما قلت لن اتحدث عن سلبيات في الاهلي.